سلامة عمار. فلاشة في جيبك. فيها شيء بدي اياك تبلغه لرفعت بيك باسرع وقت. تشاو. اكسكيوز مي بيوتيفول. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو. الفلاشة اللي فرغتها هبة فيها صور لوثائق مهمة جدا لمخزون الغاز الموجود في المنطقة الغير مكتشف. واللي بتحاول دول وشركات كبرى انها تسيطر عليه. عمار جاب كل المعلومات دي من ابراهيم. الغريبة بقى يا فندم ان واحد صحفي زي ابراهيم ده يوصل لوثائق مهمة زي دي. ايوه، ما ابراهيم مش صحفي صغير، ده له مصادره وله علاقات كتير قوي مع اجهزة امنية ممكن تكون هي اللي بتقول له المعلومات دي. ده غير انه ممكن يكون هو الوسيط اللي بينقل المعلومات دي بينهم. ده على كده بقى عمار ده مش سهل انه يوظف واحد زي ابراهيم ده ويشغله لصالحه. ايوه بس ما كانتش سهلة. ده اشتغل عليه اكتر من 3 سنين. بس في حاجة لفتت نظري يا فندم في الملف قدام حضرتك، الكلام اللي قاله عمار لرامي بخصوص المجموعة اللي كونها إيزاك المسؤولة عن نقل المقاتلين الأجانب للمنطقة. ما هذه خطة تقسيم المنطقة، احنا اللي كنا نعرفه عنها الجزء الخاص بداود أبو موسى، لكن الأهم الكلام اللي قاله عن العميل السري اللي بيشتغل مع إيزاك واحنا ما نعرفش عنه حاجة. الراهب. مين الراهب ده؟ وظيفته إيه؟ عميله ولا ظابط؟ ومستوى تدريبه ايه؟ وايه هو الدور اللي هيقوم بيه في العمليه دي؟ كلم هبه خليها تبلغ رامي ان انا عايزه يجمع اكبر قدر من المعلومات عن الراجل ده في اسرع وقت. تمام يا فندم. اخبار سيف ايه؟ سيف في الفترة الأولانية كان متلخبط جدا ومش عايز يتعامل مع حد، وبعد كده ابتدى ينزل الجامع ويقضي فيه فترات طويلة، وكان بيروح يزور أسامة وأشرف الله يرحمهم، بس كان بيرجع بحالة نفسية وحشة جدا، وكان دايما بيحاول يطمن على والدة أشرف لغاية ما اطمن إن احنا مش سايبينها ومش ناقصها حاجة. ابتدى يروح يمارس الرياضة، وده بمرور الوقت حسن حالته المزاجية وموده. شوية بشوية ابتدى يتعامل مع الدنيا لدرجة انه نزل مكتبة والده بانتظام وعمل فيها تجديدات كتير. وابتدى سيف يرجع لطبيعته اللي كل الناس عارفاها. بشكل عام يا فندم، سيف ابتدى يتعافى من التجربة ويفتح لنفسه صفحة جديدة. انت شايف كده يا اكرم؟ دي نتيجة متابعتنا لسيف الست شهور اللي فاتوا. سيف ما كانش عميل عادي، واللي مر بيه مش سهل، وصعب عليه انه يتأقلم على ظروفه الجديدة دي بالسرعة دي. حضرتك تقصد ان سيف بيحاول يبان كويس قدام اللي حواليه؟ او قدامنا. تفتكر سيف مش عارف ان احنا متابعينه وعينين عليه؟ سيف فاهم كويس قوي ان اللي بيدخل الشغلانه دي ما بيخرجش. ما
نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.